السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لشابتر 2 من مادة الالكتريكال ماشين، هناخد بند رقم 213. بند رقم 213 اللي هو بعد البريونيت هيتكلم على الترانسفورمر لوسز، اللوسز اللي بتحصل جوه الترانسفورمر، ويتكلم على الافشنسي بتاعة الترانسفورمر. فانت عند حضرتك تعالى نتكلم على انواع اللوسز اللي موجودة جوه الترانسفورمر. هو في نوعين من اللوسز، في الالكتريكال لوسز اللي هو متوسمه بالكبر لوسز، النحاس اللي انت هتبقى لافف بيه ملفات البرايمر او الويندنج بيحصل عليه فولتج دروب. الكبر لوسز بتبقى عباره عن اي تربيع هاي سايد في الار ايكويفالنت هاي سايد، ده عند حضرتك الملفات بتاعه البرايمري لو انا بتكلم على ستيب داون ترانسفورمر مثلا. والكبر لوسز بيبقى موجود برضو في اللو سايد، بيبقى عباره عن اي تربيع لو سايد في الار ايكويفالنت لو سايد، ده لو انا بتكلم على السكندري. دي يبقى عند حضرتك اول نوع اللي هو الالكتريكال متمثل في الكبر لوس. النوع التاني اللي هو الكور لوسز، وقلنا الكور لوسز بيبقوا حاجتين، يا اما اي دي كارنت يا اما هيستيرسيس. وللعلم بالشيء دايما الهيستيرسيس نسبتها بتكون اكبر من الاي دي كارنت، يعني البي اتش دايما بتكون اكبر من البي اي في الترانسفورمر. نتذكر مع بعض البي اتش دي احنا خدناها قبل كده، كانت عبارة عن ثابت مضروبة في اف بي ماكس اوف ستيفنس كونستانت، قلنا 1.6 للسيليكون ستيل. وكانت البي اي هي عبارة عن كي اي اف تربيع في البي ماكس تربيع. نتذكر مع بعض كده عند حضرتك ان انت كان عند حضرتك في علاقة الانديوس دي ام اف كانت عبارة عن 4-4-4 ان في الاف في الفاي ماكس. في حالة ثبوت عدد اللفات سواء في البرايمري او في السكندري، فكان ساعتها ان انت المقدار ده كله ثابت، كنا بنقول ان الاي بتتناسب مع الاف في الماكس. انت عايز تجيب الفاي ماكس، فتكون بتتناسب مع الاي اللي هي بتبقى في برايمري بتاع السكندري. لو انت البرايمري هي عبارة عن الفي تي اللي هو متوصل على دايرة البرايمري، ما انت عند حضرتك السورس بيبقى اسمه في تي متوصل على ملفات البرايمري، فده ساعتها الايه يبقى الفاي ماكس بتتناسب مع الفي تي على الفريكوانسي. دي انا عايزة جدا عشان هاجي اقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة للكور لوسز، تعال عوض في البي اي كده هتلاقيها بتتناسب مع اف تربيع في البي ماكس تربيع. شيل البي ماكس مع الفاي، هي عبارة عن بي ماكس في ايه، بعيد ان الكروس سكشن اريا فهنطلعها بره الحسبة، فتبقى عبارة عن البي اي بتتناسب مع اف تربيع في في تي تربيع على الاف تربيع. ده الاف تربيع راحت مع الاف تربيع. الاي دي كارنت لوسز اللي موجوده جوه الترانسفورمر بتعتمد على فرق الجهد بس، خد المعلومه دي قاعده عشان اما اضحك عليك واجي اغير فرق الجهد والتردد واسالك التاثير بتاع التردد دي، لا تقول لي الاي دي كارنت لوسز اللي هي جوه الترانسفورمر بتعتمد على فرق الجهد اللي متطبق على البرايمري فقط. جميل. طب بالنسبه انت عند حضرتك احنا خلصنا في الاي دي كارنت، تعالى نتكلم كده على الهستيرسيس. الهستيريز البي اتش كانت بتتناسب مع الاف في البي ماكس اس 1.6، صح؟ هنشيل برضو البي ماكس ونعوض عنها، فتبقى البي اتش بتتناسب مع الاف في الفي تي على الفريكوانسي كله اس 1.6. فالهستيريز كارنت بتعتمد على الجهد المطبق على البرايمري، وبتعتمد برضو على فرق الجهد مع حضرتك. يبقى انواع اللوسز كبر لوسز كور لوسز اي دي وهستريسز. قلنا الهستريسز اكبر وبيعتمد على فرق الجهد المطبق والتردد اللي شغال عليه. الاي دي كارنت معتمده بس على الجهد اللي احنا شغالين عليه. وفي كبر لوسز سواء في دايره البرايمري او في دايره السكندري. نستكمل مع بعض كده، احنا قلنا اللوسز، تعال نتكلم على الافشنسي. الافشنسي انت معروفه كده هي النسبه بين الباور اوتبوت على الباور ان. الباور اوتبوت ممكن ان انا اعبر عنه عن طريق ان انا اقول الاس ريتد في الباور فاكتور. الاس لما نضربها في الباور فاكتور تديك الباور. البي انبوت هي عبارة عن كل حاجة، انا دلوقتي مطبق بي انبوت طلع لي بي اوتبوت، المفروض يطلع لك البي كبر لوسز زائد البي كور. ده بالنسبة لك هو ده البي انبوت اللي هو الاوتبوت اللي طلع استفدت بيه واللوسز اللي حصل جوه الترانسفورمر، فهو عباره عن البي اوت زائد البي كبر زائد البي كور. برضو البي اوت عامله زي البسط، ممكن اللي انا اجيبها عن طريق اللي هي الاس ريتد في الباور فاكتور، ودي عباره عن زائد الاي هاي سايد تربيع في الار ايكويفالنت هاي سايد زائد الاي تربيع
لو سايد في ال R equivalent to low side زائد ال B core اللي احنا قلنا ان هي هيستيريسيس و AD current BH و BE. عايزين نظبط المعادلة دي شوية، فيقول له لحضرتك ايه؟ يقول لك دلوقتي بما ان انت هتبتدي اللي انت تتعامل، ليه اتعامل جزء هاي سايد وليه اتعامل جزء لو سايد؟ انت احنا عندنا الايكوفالنت سيركت بنعرف اللي احنا نعمل لها ريفيرد من هنا لهنا، فيا اما ننقل اللي هو الار ايكوفالنت لو سايد هناك ونبتدي نجمعها ونجيب الار كلها الكليه، يا اما العكس. يعني انت دلوقتي الهاي سايد عند حضرتك مقاومته اهو والملف بتاعه، وفي اللو سايد عندك مقاومته وملفه، فيا اما اللي انا انقل دي هناك يا اما اللي انا انقل دي، بحيث اللي انا اطلع عند حضرتك يا اما ار ايكويفالنت كلها موجوده في الهاي سايد فقط مفيش اي حاجه في اللو سايد، يا اما اطلع عند حضرتك ار ايكويفالنت كلها موجوده في اللو سايد، يا اما اطلع عند حضرتك التيار بدل ما يبقى في تيارين، يا اما الاي هاي سايد تربيع يا اما الاي لو سايد تربيع. فزي ما انت تحب، في الاغلب بننقل كل حاجه للهاي سايد، فلما بتنقل للهاي سايد بتتحول المقاومتين اللي هي الار ايكويفالنت في اللو سايد والار ايكويفالنت في الهاي سايد لمقاومه واحده بس، بنخليها هي ار ايكويفالنت في الهاي سايد. كلمه ايكويفالنت اللي انا كنت بقولها هنا اقصد كل ما يخص دايره البرايمري، وهنا كل ما يخص دايره السكندري. اما الار ايكويفالنت النهائيه هي نتيجه اللي احنا نقلنا البرايمري والسكندري كله في حته واحده اللي احنا نقلناه عند الهاي سايد، والتيار هننقله هناك برضو، يبقى ساعتها ان انت الافشنسي عند حضرتك هي عباره عن باور اوتبوت على الباور اوتبوت زائد اي، ايا يكن هسيبها مجهولة بحيث ان انت عايز هاي سايد عايز لو سايد على حسب ما تحطها، اي تربيع في الار ايكويفالنت. وساعتها لو ده هاي سايد يبقى ده هاي سايد، ولو ده لو سايد يبقى ده لو سايد. يعني كلمة الار اللي هنا دي في البداية هي الار في الهاي سايد والار في اللو سايد، هننقلهم في حتة فتدينا الار ايكويفالنت في المنطقة اللي احنا فيها، مفيش اي مشاكل خالص، ناقص البي كور. يبقى هي دي معادلة الافشنسي اللي انت عند حضرتك بيها، اللي هي النسبة ما بين البي اوت على البي اوت في الاي تربيع البي كور. وبعد كده هيبقى في بند في النهائي اللي احنا ازاي نجيب الافشنسي عن طريق البريودنت. بس ناخد مثال على الكلام ده، مد لحضرتك مثال مهم جدا، المثال ده اللي هو اكزامبل 2.12 عند حضرتك. اكزامبل 2.12 مديك الترانسفورمر ريتد بتاعته الاس اهو، هنكتب المعطيات في الجنب، 50 كيلو فولت امبير، وشغال ان الفي تي بتاعتك 450 فولت، والفي سكندري عبارة عن 230 فولت، وشغال التردد 60 هرتز في البداية. الترانسفورمر هاز بيرسنت ريزيستنت بيرسنت ليكج رياكتنس كذا، يبقى الزد ال ار بير يونت هي عبارة عن الرقم الاولاني ده نقسمه على 100 يبقى 1250، الاكس بير يونت دي الار بير يونت عشان محدش يتلخبط فيها، الاكس بير يونت هيبقى الرقم ده نقسمه على 100 يبقى 2240. والافشنسي اتس افشنسي، وهو شغال على الريتد فولتج وشغال على الريتد فريكوانسي، يبقى الريتد فولتج والريتد فريكوانسي والريتد باور ابيرنت باور وشغال على الريتد كذا. الافشنسي عبارة عن 6 من 100، طب 86 من 100، والباور فاكتور عند حضرتك 69.5. طبعا بيرسنت يبقى 9، هو عبارة عن 9.65 لأن دي بيرسنت. دي ترماين أول حاجة عايزك تجيبها، يبقى ده اللي فوق ده كله كان الجيفن. الراجل اللي هو عايز يجيب ايه؟ عايز يجيب رقم واحد، عايزك تجيب البي كور في الحالة الأولانية. الحالة الأولانية تقصد ايه؟ يعني أقصد عند 60 هرتز، واقصد لما الجهد كان 450 فولت، لان بعد كده هيقعد يلعب في الحته بتاعت الترددات دي. رقم اتنين انت عايز تجيب ايه؟ يقول له لحضرتك انا عايز اجيب اف كور لوسز، عايز يجيب الكور لوسز تاني اف اوبريتنج ات ريتد لود كارنت. يعني الريتد لود كارنت اللي احنا هنجيبه في الحاله الاولانيه الريتد هشتغل عليه في الحاله التانيه برضه هو الاي ريتد، مفيش اي مشكله. اند البار فاكتور تقريبا هو برضه هشتغل على، لا البار فاكتور اختلف، البار فاكتور في الحالة التانية هو عبارة عن 86 من 100، او في الحالة الاولانية كان كده. وكمان الفي سورس المتطبق هو عبارة عن 375 فولت وشغال على 50 هرتز، عايز يشوفك انت هتجيب البي اي دي كارنت والبي هيستريس الصح ولا لا. اسيوم
هيستيريسيس لوسز از 71% من التوتال كور لوسز، يبقى البي اتش هي عبارة عن 71% من البي كور. عايزك تجيب الافشنسي في بي وافشنسي في دي، يعني اربع مطاليب. تعالى واحدة واحدة نبتدي اللي احنا نحل ونشوف هنعمل ايه. هنبتدي واحدة واحدة كده. احنا عايزين نجيب الكور لوسز والراجل مديني الافشنسي. تعالى نكتب قانون الافشنسي، بي اوت على بي اوت زائد البي كور اللي انا عايز اجيبها زائد الاي تربيع في الار ايكويفالنت. تعال نجيب البسط. البي اوت معايا؟ لا، بس معايا الاس ومعايا البار فاكتور. تعرف تجيب البي اوت طالما انت الراجل عمال يقول لك اوبريتد اد ريتد كل حاجه؟ طب المطلوب الاولاني كان ريتد ابيرنت بار والبار فاكتور كذا، فساعتها الباور اوت هو عباره عن الاس في البار فاكتور. فالاس اللي هو 50 في 10 اس 3 هنبتدي اللي احنا نضربها في البار فاكتور اللي هو عباره عن 2. انا كده خدت المعطى ده غلط، هو البار فاكتور 8 زي ما هو. البار فاكتور هو ده، ده البار فاكتور. اما ده اما دي اللي هي ابيرنت بار بار فاكتور، والافشنسي كذا. يبقى الافشنسي هي الافشنسي. يبقى تعالى نكتب الاتنين دول، لان لسه واخد بالي من ان البار فاكتور دلوقتي هو اللي 86%. يبقى البار فاكتور هو هو في الحالتين. فنمسح الجزء ده. يبقى انت عند حضرتك البار فاكتور هو عبارة عن 86%، وعند حضرتك الافشنسي هي عبارة عن 96.5%. فالبار فاكتور هنضرب في 86%، يبقى 50 × 10^3 في 86% هيطلع عند حضرتك ان البار اوبوت عبارة عن 4 4 5 5 9 5 9 وات، اللي هو 44559.59%. ده الباور اوبوت اللي هو هنا وهنا ومعاه الافشنسي. عايز اجيب دول عشان اعرف اجيب البي كور. طب ما انت هنا تحدد هتشتغل هاي سايد ولا لو سايد. هنشتغل هاي سايد. طالما هنشتغل هاي سايد نروح نجيب الاي هاي سايد، فيبقى عبارة عن الاس اللي هو 50 × 10^3 مقسوم على الفي 450. يطلع الاي هاي سايد هو عبارة عن 111.11 امبير. انت جبت الاي هاي سايد، محتاج اجيب الار ايكويفلنت ومعايا الار بير يونت. تقول لي قانون الار بير يونت هو عبارة عن الاي هاي سايد في الار ايكويفالنت هاي سايد على الفي هاي سايد. من هنا نعرف نجيب الار ايكويفالنت، ضرفين في وسطين يطلع الار ايكويفالنت هو عبارة عن 5 أو. جبت ده ومعاك ده ومعاك ده ومعاك ده، ما تعرفش تجيب البي كور. تقول لي هو البي كور هيبقى عبارة عن البي اوت على الافشنسي، قسمت ده على ده، وبعد كده ناقص البي اوت ناقص الاي تربيع في الار ايكويفالنت. يطلع البي كور عند حضرتك هو عبارة عن 9 3 4 9 وات. يبقى احنا عرفنا نجيب البي كور في المطلوب الاولاني، عرفنا نجيب المطلوب الاولاني. تعال نكمل كده ونشوف المطالب التانية. اهم حاجة ناخد بالنا ان انا لسه مطلع بس ان البي كور هو عبارة عن 9 3 4 9 وات، والاي هاي سايد عشان هعوزه تاني هو عبارة عن 111.11 100 امبير. اشمعنى هعوزه؟ لان المطلوب رقم بي قالك انت تشتغل على التيار الهاي سايد زي ما هو، هو اللي قال كده في المسألة. نرجع لها تاني، في المطلوب رقم بي قالك انت هتجيب الكور لوسز لو انت شغال على الريتد لود كارنت اللي هو اللي انت كنت شغال بيه، والجهد بس هو اللي اختلف. مفيش اي مشاكل، تعالى اللي احنا نكمل. فانت عايز تجيب البي كور في الحالة التانية. عايزين نجيب البي كور في الحالة التانية. ايه اللي حصل لما انت الـ VT بقت بعبارة عن 375 فولت، وعند حضرتك الـ I high side مديهولي 111.11 امبير، ومديك التردد اختلف. التردد كان 60 بقى 50 هرتز. لو حد كان متابع الشرح من الاول هقولك ان البي اي والبي اتش طالما لو انت عرفت تجيبهم في الحالة الاولانية تعرف تجيبهم في الحالة التانية عن طريق اللي احنا هنعمل ريشيو دلوقتي. خدناها الكلام ده في الشابتر الاولاني. لو انت عايز معاك اي دي كارنت في الحالة الاولانية وغيرت التردد وغيرت الجهد تعرف تجيبه في الحالة التانية، كنا بنعمل ريشيو ونجيبه. اللي مذاكر هيلاقي الكلام ده سهل مفيهوش مشكلة.
طب ما انا اصلا ما جبتش البي اي دي كارنت ولا البي هيستيريسيس، والراجل قال لك البي هيستيريسيس هي 71% من البي كور، يبقى تستفيد اللي احنا نضرب البي كور في 71% يطلع البي هيستيريسيس في الحالة الأولانية عند 60 هرتز، يبقى البي هيستيريسيس في 60 هرتز تطلع حوالي 663.78 واط. يبقى البي اي هي عبارة عن البي كور مطروحة ناقص البي هيستيريسيس تطلع حوالي 271.12 واط، برضو دي عند 60 هرتز. طب ما انت دلوقتي مش تعرف تعمل ريشيو ما بين الهيستيريسيس في الحالتين، مرة في ال50 هرتز اللي انا عايز اجيبها الجديدة ومرة في ال60 هرتز، والايدي كارنت قلنا ان في الترانسفورمر بيتناسب مع فرق الجهد بس تربيع، فيكون ان هو النسبة ما بين الفي تي عند ال50 تربيع وعند الفي تي عند ال60 تربيع. الفي تي في الحالة الجديدة هو عبارة عن 375 تربيع، وفي الحالة القديمة كان عبارة عن 450 تربيع، والبي اي عند ال60 هرتز لسه جايبينها 271.12، يبقى انت ساعتها تعرف تجيب البي اي دي كارنت بكل سهولة، تضرب دي في دي يجيب لك ان البي اي دي كارنت في حالة ال50 هرتز هي عبارة عن البي اي دي كارنت في حالة ال50 هرتز 188.3 واط. بالمثل نروح نجيب البي هيستيريسيس، فتقول لي ان البي هيستيريسيس عند ال50 هرتز هقسمها على البي هيستيريسيس عند ال60 هرتز، بس خد بالك ان البي هيستيريسيس بتتناسب مع الاف في الفي تي على الاف، بس الكل اس 1.6، فتبقى عبارة عن الاف عند ال50 هرتز في الفي تي على الاف عند ال50 هرتز كل اس 1.6 مقسوم على الاف 60 هرتز الفي تي على الاف 1.6، يبقى هو 50/60 في الفي تي في الحالة اللي هي الجديدة عبارة عن 375/50 الكل أس 1.6 على تحت 450/60 الكل أس 1.6، يطلع إن البي هيستيريسيس 50 وعبارة عن 553.15 واط. يبقى البي كور في حالة ال50 هو عبارة عن البي اتش 50 زائد البي اي 50، يطلع حوالي 741.45 واط. الراجل في المطلوب رقم، يبقى احنا كده عرفنا نجيب المطلوب ايه، بي كور في حالة ال60 وعرفنا نجيب البي كور في حالة ال50. الراجل بعد كده عايزك تجيب الافشنسي في حالة بي، يبقى عايزين نشتغل الافشنسي على بي، وهات الافشنسي في حالة ان انت فصلت الحبل، يبقى احنا عايزين نجيب الافشنسي على البي، عايزين بس ندي لنفسنا مساحة او ممكن ناخد صفحة جديدة، بس يهمني ان انا البي كور طالعة معايا ب741.45، فنحل هنا بعيدا عن الاكزامبل، نكمل هنا فيكون عند حضرتك ان البي كور احنا مطلعينه في الحالة التانية في ال50 هو عبارة عن 741.45 واط. الراجل عايز يجيب الافشنسي، تقول لي الافشنسي عبارة عن البي اوت في حالة ال50 على البي اوت في حالة ال50 زائد البي كور في حالة ال50 زائد الاي تربيع في الار ايكويفالنت في حالة ال50. اولا الاي قال لك هو نفس الاي، فالاي هاي سايد ما جيناش يميته اللي هو 111 امبير. الار ما بتعتمدش على التردد، فهي هيها نفس الار ايكوفالنت اللي احنا جبناها قبل كده، يبقى الترم ده خلاص، والترم ده احنا لسه جايبينه اهو، ناقص نجيب البي اوت في ال50. البي اوت في حالة ال50 تقول لي ان اي بي اوت هي عبارة عن الجهد مضروب في التيار مضروب في البار فاكتور. الاي هاي سايد معايا، الفي هنا برضو توتال معايا، الفي الابلايد والبي، بس اختلفت بقت عند ال50 هرتز، فبقت عبارة عن 375 في 111 مضروبة في الباور فاكتور، يطلع عند حضرتك الباور 35.832.89 واط. ساعتها بقى كل حاجة معاك، بقى معاك ده ومعاك ده ومعاك البي كور
معاك الهاي سايد يطلع ان الافشنسي تقريبا حوالي 96.31%. طب انت عند حضرتك جبت دلوقتي الافشنسي في المطلوب رقم، هو كانت رقم سي بس جبناها تبعا للبي، رقم دي عايز يجيب الافشنسي في حالة اللي انت فصلت الحمل. هو انا في حالة اللي انا فصلت الحمل الافشنسي بي اوت على بي انبوت، دلوقتي البي اوت بقت بتبحث بيساوي صفر، يبقى الافشنسي اصبحت بتساوي زيرو، يبقى الافشنسي في حالة اللي احنا نفصل الحمل بيكون بتساوي زيرو. ده بالنسبة للجزء الخاص بالجزء الاول من الافشنسي والباور لوسز. في جزء تاني هيبقى عبارة عن ان انت عند حضرتك هتبتدي اللي انت تجيب الافشنسي عن طريق البريونت سيستم او البريونت امبيدنس اللي عند حضرتك. الافشنسي احنا قلنا ان هي بي اوت على بي اوت زائد بي ان زائد بي كور زائد اي تربيع في الار ايكويفالنت. عايزين نحول الايكويشن اللي قدام حضرتك دي لبريونت، تقول لي الباور اوتبوت ممكن اللي احنا نشيله ونعور عنه بالاس في الباور فاكتور، اس في الباور فاكتور زائد البي كور زائد اي تربيع في الار ايكويفالنت، ونقسم المعادلة كلها على الاس ريتد عشان نحول القيم اللي عندنا دي لبريونت. انت عارف ان الاس على الاس ريتد قلناها قبل كده في البند اللي فات بتساوي الاس بريونت، وانت عندك ان الاي على الاي ريتد بيساوي الاي بريونت، وعندك هنا الجديد بقى ان البي كور على الاس ريتد بيساوي البي كور بريونت. فتعالى هنا اما نيجي نقسم على الاس ريتد بقى اللي فوق اس بريونت مضروب في البار فاكتور على اس بريونت مضروب في البار فاكتور زائد البي كور بريونت. هنا بقت اي تربيع ار ايكويفالنت على الاس ريتد. تعال نشوف هنعمل ايه هنا في الموضوع ده. دي لو انا جيت اضرب في اي ريتد فوق واي ريتد تحت، هتلاقي ان انت حضرتك الاس ريتد دي عباره عن في ريتد في الاي ريتد، صح كده؟ بقى عندك في المقام اي ريتد تربيع وفي الوسط اي تربيع، مش اي تربيع على الاي ريتد تربيع هي الاي بريونت تربيع. تمام، يبقى انت الجزء ده طاير مع ده مع ده. اتفضل لحضرتك ايه، اتفضل لحضرتك الاي ريتد في الفي ريتد، الاي ريتد في الار ايكويفالنت على الفي ريتد، ما هو ده الار بريونت. ما الار بريونت كانت عبارة عن الاي ريتد في الار ايكويفالنت على الفي ريتد. يبقى انا عند حضرتك خدت الار ايكويفالنت مع الاي ريتد مع الفي ريتد من تحت بقت ار بريونت، يبقى طير طير طير، والاي تربيع في الاي تربيع مع الاي تربيع التانيين طلعتنا الاي بريونت تربيع، فاصبحت ان الافشنسي في الاخر بريونت هي عبارة عن الاس بريونت في البار فاكتور على الاس بريونت في البار فاكتور زائد البي كور بريونت زائد الاي تربيع بريونت في الار ايكويفالنت او الار بريونت. يبقى انت عند حضرتك. وفي المسألة أول ما بتسمع كده الريتد كونديشن بتستفيد إيه؟ أول ما يقول لك إن أنت هتشتغل عند الريتد كونديشن أنت تستفيد إن الأي بريونت بيساوي واحد والإس بريونت بيساوي واحد. دي شوية ملاحظات مهمة جدا اللي هما الآخر دول في الريتد كونديشن، ده بيساوي واحد ويساوي واحد. إشمعنى؟ هو الإس لما تبقى ريتد على إس ريتد مش ده يطلع واحد، وده لما يبقى التيار الريتد على التيار الريتد مش يطلع واحد، يبقى الريتد كونديشن بيطير الترمات دي. دي كلها بتطير، فتصبح المعادلة عند حضرتك ان انت لو بتتعامل في حالة الريتد كونديشن ان الافشنسي بتساوي بار فاكتور على البار فاكتور زائد بي كور بريونت زائد الار بريونت، والباقي ده كله اصبح الاي بريونت بيساوي واحد و الاس بريونت بيساوي واحد. نبتدي اللي احنا نروح نحل المثال اللي عند حضرتك. فتلاقي ان هو مديك 100 كيلو فولت امبير، الاس ب 100 كيلو فولت امبير، ومديك 4800 على 240 فولت، 60 هرتز، ترانسفورمر شغال عند الريتد كونديشن. يبقى اول ما تسمع ريتد كونديشن يبقى الاس بير يونت بيساوي واحد والاي بير يونت بيساوي واحد، و 80% بار فاكتور، فالبار فاكتور ب 8/10. ذا كور لوسس والريزيستنس اند ليكج ريأكتنس مديهم لك كبرسنت يبقى كذا،
كور لوسز، يبقى انت البي كور بير يونت هي عبارة عن 4500 طالما اديها لك بيرسنت، واديك الار بير يونت 1460، والاكس بير يونت اللي انا ما بستخدمهاش هنا 3380 عشان يلخبطك، هنا دي ما داخله معاه في حاجه، ديترماينز افشنسي. تمام، رقم واحد عايز يجيب الافشنسي عند الريتد كونديشن، قلناها في الاخر بقت باور فاكتور على باور فاكتور زائد البي كور بير يونت زائد المفروض اي بير يونت تربيع في الار بير يونت، فتطلع عند حضرتك هي النسبة ما بين 8 من 10 على 8 من 10 زائد 45 من 10000 زائد الار بير يونت 146 من 10000، تطلع النسبة 97%. وخد بالك الافشنسي دايما بتلعب في الرينج اللي هو تقريبا كده من حوالي 96% لحد 99%، ولا ازيد ولا اقل، تلعب في الرينج ده كده، ما تجيش بقى تقول لي الافشنسي حاجة و80%، خاصة اللي انت بتبقى شغال على باور ترانسفورمر. ده المطلوب رقم واحد. المطلوب رقم اتنين اللي انت عند حضرتك محتاج تجيب الريتد لود، ريتد لود عند 80% باور فاكتور، عايزك تجيب الافشنسي عند الحالات ديت. يبقى انت عند الحالات الافشنسي في الحالات ديت تعال نجيبها كده، يبقى ديترماينز افشنسي ات رقم ايه ريتد لود اند 80% باور فاكتور، ومرة 70% لود اند 80% باور فاكتور. تعال نتكلم على رقم واحد الافشنسي ات ريتد لود دي اللي احنا جبناها، رقم بي عايزين يجيب 70% من اللود وتمانين في المية باور فاكتور، يبقى الباور فاكتور برضو مازال بتمانية من عشرة، ممكن نغير اللون عشان يبقى مطلوب تاني، ولكن انت شغال على 70% من اللود، انت شغال على 70% من اللود، معنى ذلك ان الاس اللي انت شغال عليها الاس اللي انت شغال عليها نسبتها 70%. يبقى انت ساعتها انت في اس بير يونت ولا لا؟ الاس بير يونت اللي عندك ونسبته 70%، فيعني اللي هو 7 من 10، فتروح تعوض في القانون التوتال بقى ان الافشنسي عبارة عن الاس بير يونت في البار فاكتور على الاس بير يونت في البار فاكتور زائد البي كور بير يونت، كل اللي هيزيد عليك المقدار ده والمقدار اللي تحت اللي هو اي بير يونت تربيع في الار بير يونت. الاس بير يونت احنا قلنا ان هي بتساوي الاي بير يونت، يبقى انت تعوض في ده، يبقى هو عبارة عن 7 من 10 في 8 من 10 على 7 من 10 في 8 من 10 زائد البي كور اهي زائد 7 من 10 تربيع مضروبة في 146 من 10000، يطلع الافشنسي عند حضرتك هي حوالي 97.9%. يبقى في الحالة الاولانية اهي، في الحالة التانية اهي، الاختلاف بسيط جدا، حاجة بسيطة جدا لما انت لعبت في الريتد كونديشن او اللي انت اشتغلت على 70% من الريتد كونديشن. وبكده يبقى ناقص لحضرتك اخر بند بس اللي هو الخاص بالتستز اللي بتتم على الترانسفورمر، ويبقى خاص بمسائل الشيت ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.